مرحبا، سكوي جول منصة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم محتوى بيحول الكي ووردز أو الكلمات المفتاح لنص أو كلام أنتو اخترتوه لوايت بورد من الانيميتد جرافيكس الرسوم المتحركة التفاعلية أو ما يعرف بالكليفز. كل اللي بتحتاجوه سواء كنتو بمجال التعليم أو شركات، أفكاركن ونص واتركوا الباقي على سكوي جول. 4 خطوات سهلة وبسيطة بتفصلكن عن أنكن تصمموا الفيديو. الخطوة الأولى مرتبطة بتحديد خياراتكم بخصوص النص اللي بدكم تعتمدوه. من بعد ما تختاروا العنوان للفيديو وفئته، بتحددوا كيف بدكم النص انه يكون موجود. هل بتسجلوه بصوتكم، بيكون مطبوع، او بتعملوا له ابلود. وفيكم ايضا تستخدموا لينك او يو ار ال، واكيد امكانية وصف للفيديو ووضع تاجز. انا اخترت اني اعمل ابلود. النص صار جاهز على يمين الشاشة، ولكن لازم تنتبهوا انه عدد الكلمات هو محدد وما تتخطوه. الخطوة الثانية، النص يلي سجلتوه كيف بدكن تتم قراءته. هل بتسجلوا صوتكن، بتختاروا صوت آلي، او بتعملوا ابلود للاوديو، او تستعملوا ساوند تراك. اخترت الماشين فويس وبقدر اسمع نبذة عن قراءة الآلي. First aid kit. Most of us are familiar with. نوصل للخطوة الثالثة وهي تحديد ضمن الفيديو. هل بدكن انتو تختاروا الكلمات المفتاح والصور وجليفز او ايمجز او سكويجل يقوم بهيدي المهمة؟ حابين يرافق الرسومات ايد تظهر كأنها عم ترسم، او من دون ايد بالمرة يكون متوفر باكراوند ايمج، او حتى تحطوا لوجو الشركة. رح نستمع لمقتطف من الفيديو. That people need a similar kit of ideas of things that can help them feel better on difficult days. لما بتصيروا راضين عن الفيديو اكيد فيكم تعملوا له شير. ولانه كل شخص بيتعلم بطريقه مختلفه، سكويجل مستند على حقائق بعلم الاعصاب، بتستبقي المستخدم وبتستحوذ على اقصى انتباهه وتركيزه.